ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على التوقعات السريعة لبرج السور في شهر يناير لسنة 2020 للناس اللي عايزة التوقعات بشكل سريع. برج السور عندنا الوضع ممتاز جدا وحلو جدا، سواء على الوضع المهني او حتى الوضع العاطفي. يعني الوضع العاطفي ممكن يكون شوية، ولكن في كتير جدا من التحسنات بشكل مميز قوي. الوضع العملي برج السور انت هيكون عندك نجاح عملي قوي وعندك مجهود زيادة. كتير منكم مل من المجهود وتعب وعايز يعمل فاصل، عايز يخرج يتنزه، ولكن انت مضغوط شوية في مجال العمل. عندك ممكن يكون في سفر او حاجة خارجية، تعاملات خارجية عشان تكمل اوراقك او تكمل حاجة خاصة بعملك، زي ما في سفر لاشخاص اللي بيدرسوا، ممكن تكون خاصة بمنحة دراسية او يعني في منحة تعليمية او خاصة بالدراسة، في سفر خاص للدراسة. برج الثور اساسا انت عندك سفر بنسبة كبيرة جدا جدا، سواء سفرك للدراسة او للعمل، ان انت بتتعامل معاملات خارجية، شغلك يخص حاجات خارجية لدولتك وهيبقى فيها تنقلات، ولكن عندك نجاح عملي. عندك احقاد كتير وده شيء طبيعي وده شيء معروف عن برج الثور، ولكن انت هتكون قادر على الرد، قادر جدا جدا انك تقف قدام اي شخص حاقد وتقول له ان انت حاقد، او تقول له ان يعني تعرف الانسان اللي قدامك انه انسان يبعد عنك افضل. فانت هتكون قادر جدا على الرد والكلام. كمان الوضع المادي هيكون برضو فيه تحسن كبير، يعني شايفة الوضع المهني والوضع المادي، سفر، لا هيكون فيه تميز بشكل مميز جدا او بشكل يعني ملحوظ قوي قوي عن الفترة اللي فاتت. عندنا بعض حالات الملل او الاختناق اللي احنا حاسين ضغوط ضغوط، يعني مش عارفين نفوق. ولكن كتير منكم للناس المرتبطين، وده احنا كده بندخل في العاطفة، للناس المرتبطين خلاص انت قفلت من الشغل والضغوط، وكنت بتفكر في حاجات كتيرة وكان عندك ضغوط مادية الفترة اللي فاتت، لا تفكير كتير كتير، فانت عايز تفصل، فعايز تعمل انسجام لنفسك، فعايز تاخد الشريك وتخرج او تتفسح او تسافر، حاجة للتنزه، فرصة للتنزه. حتى كمان اللي عندهم اطفال يعني عايزين ان هم يوزعوا الاطفال عند بابا هنا ماما هنا، حاجات من النوعية دي، ويخرجوا يتفسحوا. فكتير منكم عنده فكرة السفر مسيطرة قوي، سواء للدراسة، لعمل، للتنزه، وفي الحب والحاجات اللي زي كده. لا، في سفر، في سفر بنسبة كبيرة، يعني بنسبة كبيرة لبرج الثور. وهو بس ان احنا نخلي بالنا من بعض النصائح اللي هنقولها، اللي هي هتخلينا نخلي بالنا من العراقيل او المشاكل اللي ممكن نقابلها في يناير، من الاشخاص الحاقدين، من حد بيدبر لنا مكيدة، من الحاجات اللي زي كده. عندك على فكرة دعم، يعني انت عندك حاقدين، ولكن عندك اشخاص هتدعمك جدا جدا يا برج الثور، وتقف معاك وهتدعمك ماديا، هتدعمك بالمشورة، بالكلام، هتكون في ظهرك، يعني هيكونوا سند لبرج الثور قوي جدا جدا، وهيكونوا قريبين منك. يعني السند اللي ليك ده هيكون قريب منك جدا جدا يا برج الثور. الوضع كمان العاطفي شايفة ان هو ممكن يكون في بعض الضغوط مع بعض الابراج، ولكن الوضع هيبدأ انه يتحسن، يعني الوضع يتحسن. مش عايزة نعمل مشاكل او يبقى في مشاكل، لان المشاكل دي احنا بنحاول نصلحها، او العراقيل اللي ممكن تقابلنا بنحاول ان احنا نقول لها نصائح تخلينا نتجنب العراقيل دي. لكن هو شهر يعني في امان، في بعض الحاجات التحذيرات، ولكن هو شهر في امان، في نجاح كبير جدا جدا. الوضع العاطفي هيبقى تحسنه على النص التاني اكتر، حتى الناس اللي هم مش مرتبطين لسه يكون عندهم فرصة للارتباط على النص التاني، وعندكم يمكن حالات اعجاب قوية وعايزين نحب ونتحب ونعيش اللحظات الرومانسية. حتى كمان الناس المنفصلين واللي كان عندهم فتور والمشاكل اللي كانت خاصة بقبل كده، كتير منكم عايز انه يرجع، وعايز ان هو يلم الشمل والبيت والحياة البيتوتية اللي كانوا عايشينها، مستخسرين ان هي يبقى يحصل بعد او نفور ما بيننا او انفصال، ولكن بترجعوا تفكروا تاني تقولوا لا. يعني انتوا ما بين لا او يا برج الثور في حتة الرجوع، ولكن في ابراج كتير عايزة ترجع لكم، يعني عامة في ابراج كتير عايزة ترجع لكم من اللي انتوا انفصلتم عنهم.
عامة أنا مش عايزة أطول عليكم، ولكن هو شهر مبشر جدا، وعايزة نخلينا نبعد عن فكرة التشاؤم أو فكرة إن لا ده حظنا سيء، لا ده إحنا تعبنا، لا ده إحنا في ضغوط كتيرة فإحنا مش قادرين، ملينا، كسل، الحاجات اللي زي كده. عايزة أقول إنها توقعات جائزة الحدوث أو لا، ولكن طبعا علينا إن إحنا ناخد بيها بالإيجابية، وده اللي يهمني جدا. وعايزاكم تبقوا عارفين إن لا يعلم الغيب برضو إلا الله، رغم إن التوقعات والفلك ده شيء معروف جدا، ولكن انت عايز حاجة خير، يعني خليك واثق في ربك جدا، ثق في نفسك انت كمان جدا، خليكم واثقين ان انتوا قادرين على تغيير حاجات كتير على المستحيل كمان، لان انتوا برج ناجح وبرج من المعروف عنه ان هو عايز دايما يصعد لسلم الطموح، فخليكم دايما تدعوا ربكم وعندكم ثقة في ربكم وثقة في نفسكم ان انتوا قادرين على افعال كتيرة جدا. اوعوا التشاؤم يحتل حاجة جواكم، خلي بالكم جدا من ده. بعتذر لو طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.